اهلا واضح كريستينا صوايا. اكثر عيب فيي هلا بيقولوا لي، بس انا ما بحسه انه عيب، انه انا كثير بشرح، لانه بحس انه مش دغري العالم رح تفهمني من اول مره، فبشرح كثير. اكيد اكثر شيء بقدره باصدقائي وقت بتقولي مثل الصديق وقت الضيق، يعني اذا انا متضايقه من شيء وهن اكيد ركضوا علي ليواسوني او ليكونوا حدي، وبالاخص انه اصدقائي اللي كثير قراب مني اللي هن بحبوني ل انا شخصي ككريستينا كانسانه لحقيقتي، مش انه بحبوني لمصلحه معينه او بحبوني لانه انا شخص فنانه معروفه مشهوره او لانه عندي القاب، فاكيد الشخص اللي بحبني لحقيقتي هذا بيكون صديق اساسي ووفي. فكرتي عن السعاده تختلف مرات، يعني اكيد السعاده اساسها هي القناعه، الانسان بده يكون مقتنع بالقصص اللي عنده اياها بالحياه اللي هو عايشها، وهيدي القناعه بتجي من جواتنا، فاكيد هيدي بتخلق لنا سعاده. وقت نحن مقتنعين باللي نحن فيه حنحس بسعاده وحنكون راضين على حالنا. أكتر شغلة بتميزني بيعرفوها المقربين بس ما بيعرفها الجمهور، هلأ طبيعي إنه مش كل الجمهور بيعرف الطيبة اللي أنا عندي، هلأ إنه في ناس بالنسبة لإلهم ببين أنا كتير شخص جدي وببين كتير شخص قوي وشخص مرات متعجرف وشايف حاله وممنوع الغلط معه وهيك، لا أنا مني هيك، أنا حدا كتير سيمبل وكتير بسيط وكتير down to earth وكتير straight forward. أكتر صفة بحبها بالراجل أكيد إذا عم نحكي عن الصفات المعنوية بحب الكرم تبعه وكرم الراجل، لأنه الراجل إنه الرجال اللي بيكون كريم بيكون كريم بكل شيء مش بس بالمادة، بيكون كريم كمان بعاطفته، وأكيد معاملته للست بتكون معاملة حلوة، فأنا بهمني كتير بالراجل المعاملة والكرم. صفات مميزة بالست أكيد بعيداً عن شكلها، لأنه الشكل هو إضافة فينا نقول، بس عم نحكي صفات بالشخصية، وقت الست بتكون طيبة محبة قوية بس بنفس الوقت قوتها فيها سلاسة ومسالمة، يعني بتعرف كيف تستعمل قوتها وامتين، عندها حضور حلو وقوي، تكون إنسانة عندها ثقة قوية بنفسها، وأكيد تكون مؤثرة بطريقة إيجابية بالحواليها. شكراً واضح.